شفت نوم سلابته لابته وقفة شوميلة 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 يا ناصر بن سعيد بن عبد الله الحول المري منصور يا ناصر منصور يا ناصر الشوط الرئيسي يذهب مع ذخيرة ويذهب مع شعار بالحول سلام يا ذخيرة سلام تهانينا والف مبروك ناصر بن سعيد بالحول تستاهل فوز ذخيرة بالشوط المفتوح للإنتاج مساء الخير الله يسلمك طول عمرك وش سلالة ذخيرة بها عور الشراب ومها من إنتاجنا بنت العور بعير الشراب أمها من الإنتاج أمها حسب المعلومات أنها منتج سبق غير البكرة ذكرنا صحيح أنتجت بكرة راحت ب2 مليون 2 مليون نعم هذه إن شاء الله فالها الملايين والتسعيرات الله يجزاك خير وطول عمرك شو مشاركاتها قبل الشوط الليلة جات ثاني في الشوط الأول تمهيدي الأول والتمهيد الثاني جات خامس أو رابع ما يحضرني بالضبط بكرة مقيضة في الشحانية صحيح مقيضة في الدوحة نعم الله الليلة أهل الشحانية أكيد أنتم تمثلونهم خير تمثيل بحكم المقيض في الدوحة أهل الدوحة بيحتمون أشواطهم الحين ولا بعدين إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله وش مشاركاتها ذكرني مشاركاتها قبل الليلة مشاركاتها قبل الليلة في التمهيد الأول جاي الثاني وفي التمهيد اللي راح لا الثالث نشاط سيارة لا لا نقدي أول مرة الليلة ترفعها أشواط السيارات صحيح ما شاء الله تبارك الله هل البكرة يعني شفت انها جهزت اكثر من اول لا والله بكرة البكرة معسوفها من 5 شهور تقريبا تو عاد وراها ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله يجزاك خير ونهدي ناموس للوالد سعيد باللي حول مالك ناقه المنتج ونقول له حافظ على ام ذخيرة ولا مدخورة ذخيرة ما شاء الله والله الله يوفقكم ولمن تهدي الفوز اهديه للوالد وللجماعة اللي قيضوا في الدوحة ونقول مقيض هالقطر ترى ما عليه من اللي برا نعم صحيح الله يبيض وجهك يا ابو سعيد وجعلهم سندايم وشكرا جزيلا الله يجزاك خير